لسه مع كل التطور اللي احنا بنتكلم ان احنا عايزين ننشده وبنقول عايزين نعمل فرق وعايزين نغير لسه كنت بقول لحضراتكم النهارده ان شاء الله عندنا فقرتنا الاولى عن سستينبل ديفلوبمنت او التطور او التنميه المستدامه والتطور المستدام في كل امور حياتنا. لسه مع الرؤيه دي والفيجن دي والمستقبل ان شاء الله قدامنا والتكنولوجيا وكل الحاجات الحلوه اللي بنحلم ان احنا باذن الله نحققها ان شاء الله يا رب هنحققها، لسه عندي مأذون شرعي بيجوز 22 فتاة قاصر. ما انا قلت ايه؟ لا 52 فتاة قاصر. في معلومات وتحريات لإدارة مكافحة جرائم الهجرة الغير الشرعية والإتجار بالبشر أفادت بقيام مأذون شرعي مقيم بدائرة مركز شرطة أدكو بالبحيرة محرر عقود زواج عرفية لقاصرات، وتم اتهام أحد الأشخاص وهو عامل بقيامه بتزويج بنته عندها 17 سنة بموجب عقد زواج عرفي. والسيناريو الطبيعي اللي بنسمعه بقى كتير بقى بقينا بنزهق منه، الأب جوز بنته عندها 17 سنة جوزها عرفي، الأب جوز بنته عرفي لواحد والشخص ده اللي هو اتجوزها عرفي لما حملت منه قال لها لا مش ابني ورفض يعترف بالولد. القصه بقى السيناريو العادي اللي زهقنا منه وزهقنا نقول حرام عليكم تعملوا كده في بناتكم، جواز عرفي ايه بس وجواز قاصرات ايه بس، والمأذون ده الحقيقه انا ما اعرفش تهمته في القانون ايه والله. خلونا ناخد هاتفيا زميلنا العزيز الاستاذ محمود عبد الراضي الصحفي باليوم السابع والمجتهد دائما. يا اهلا بيك يا استاذ محمود. يا اهلا بيك، ازيك يا استاذ؟ منور الدنيا دايما والله، وانت متالق بتحقيقاتك الصحفيه، انا بتابعك دايما وانت عارف، كل الاحترام والتحيه ليك يا فندم. يعني شرف لينا والله. الله يخليك. قول لي قصه تفاصيلها كده ايه، وانا مبسوطه والله على قد يعني الموضوع ما هو صعب، بس ان انا امسك مأذون مجوز 52 بنت قاصر او يعني جواز عرفي ده الحقيقه يعني مؤشر كويس. تفاصيل القصه ايه يا استاذ محمود؟ والله زي ما قلت حضرتك، يعني اللي بدا فتح الباب او فتح القصه ان زي ما قلت حضرتك ان واحد تزوج واحده قاصر عندها 17 سنه والمأذون للاسف ومأذون شرعي للاسف راح حرر لهم الزواج، وبعد ما حرر لهم الزواج للاسف بعد ما انجبت منه طفل رفض هذا الزوج الاعتراف بالطفل ده، فما كان من والد الفتاه او السيده الا انه يلجا للشرطه وحرر محضر. اكتشفوا كارثه ان المأذون ده بياخد شيكات على بياض على الطرفين على الزوج والزوجه عشان يضمن انهم ما يلجاوش للجهات الامنيه والجهات القضائيه ويكون في مأمن. طبعا تم تفتيش مكتبه اتضح ان هو مزوج بهذه الطريقه 52 فتاه. 52 فتاة أعمارهم من 12 سنة إلى 17 سنة كلهم قاصرات. للأسف الكارثة بتكمن بإن 12 سنة دي تتجوز إزاي؟ 12 سنة دي تتجوز إزاي؟ أجوزها إزاي 12 سنة دي؟ للأسف والله يا أستاذة، يعني في مناطق بعينها بأكملها للأسف عندها هذا الزواج سائد، يعني 12 سنة بيقول لك البنت في الأرياف دايما بيكون بنيانها الجسدي بيبان ان سنها كبير، لكن للاسف هي في الاول والاخر لا تكوين نفسي ولا عصبي ولا اي حاجه ولا هي فاهمه حاجه ولا فاهمه يعني ايه جواز ولا الكارثه ان التجربه اثبتت ان الامهات اللي بيقعوا ضحايا لهذا الزواج بيكرروا نفس الامر مع بناتهم، لما بتكبر ويكون عندها بنت تتزوج بنتها بهذه الطريقه، هي بتكون ناقمه على الجميع حتى لدرجه انها بتكون ناقمه على بنتها نفسه. فللاسف احنا اصبحنا امام كارثه بتتكرر يوم بعد الاخر، لكن عايزين حقيقه الامر ان نشيد بدور وحده او اداره مكافحه الاتجار بالبشر في وزاره الداخليه. يمكن الاداره هذه الاداره اللي تم مؤخرا دمجها لقطاع مكافحه الجريمه المنظمه في وزاره الداخليه، وبدات خلال الفتره الاخيره بتعمل شغل غير عادي في هذا المجال وبتضبط عدد كبير من المتهمين وبتحلهم لجهات التحقيق. ان شاء الله باذن الله يعني رويدا رويدا يتم غلق هذا الملف، وان شاء الله باذن الله لا نسمح كثيرا عن مثل هذه الزيجات اللي للاسف يعني بتاثر على مجتمعنا بالسلب وبيكون ناتج عنها العديد من الجرائم واختلاط الانساب، وعندنا اطفال مجهول النسب، وبعد كده المجتمع هو اللي بيشيل للاسف وبيحاسب على كل هذه المشاريع.
استاذ محمود، سؤالي الاخير ليك، وحضرتك ايدك قوي في التحقيقات الصحفيه دي وبتلف محافظات وبتتعامل وتسمع من الساده الضباط في الداخليه نوعيه القضايا اللي موجوده، يعني بعيدا بقى عن فكره ان احنا يعني في استضافتنا دايما خبراء ويعني علماء اجتماع واساتذه علم نفس وكده، طبعا ليهم كل الاحترام، دورهم اساسي في المجتمع، بس انا قصدي عايزه حد زي حضرتك كده ايده في الموضوع قوي، نحلها ازاي دي؟ يعني سيبك من المأذون اللي ما عندوش ضمير، اللي بيضرب عقود، يعني مأذون شرعي بيضرب عقود وبيجوز قاصرات، ده واحد ما عندوش ضمير هيتحاسب بالقانون. احل معضله ان انا اقول للاب والام والله العظيم اللي بتعملوه في بناتكم ده انتوا كده بتموتوهم، انك تجوز 12 و13 و14 سنه وجواز عرفي كمان، يعني انت كده بتذبحها. اعمل ايه؟ نعمل ايه؟ والله بص يا استاذ، هو للاسف هذه المشكله يعني السبب الرئيسي فيها هي مساله ضمير بحت، يعني هي مساله ضمير، مهما نقول الكلام الكبير عقد الندوات الصيفيه ودور مؤسسات الدوله ودور العباده والاعلام، ياما الاعلام بح صوته وياما الناس مؤسسات الدوله بتقوم بواجبها بالكامل، لكن للاسف في الاول والاخر ضمير، لما ضمير مأذون شرعي راجل المفترض شيخ عارف امور الدين عشان كميه من الاموال اللي تم ضبطها معاه، يعني هو في الاول والاخر اب، لما يزوج طفله صغيره بهذه الطريقه الوحشيه وتحصل جرائم، هي زي ما بقول لحضرتك هي مساله ضمير، مساله في الاول والاخر مساله ضمير، فاذا كان شخص ما عندوش ضمير فمهما نعمل او مهما نحاول او مهما الاعلام او دور العباده او مؤسسات الدوله تقول وتحذر، للاسف مش هيبقى فيه فايده. بشكرك جزيل الشكر زميلنا العزيز الصحفي محمود عبد الراضي، زميلنا في اليوم السابع. الدنيا طبعا محتاجه شغل كتير اكتر من كده، بس والله زي ما استاذ محمود قال، والله الاعلام ما مقصر، وبرامج وتوعيه، والدوله مش مقصره وعملت، وقوافل بتنزل وتتكلم مع الاهالي، ما اعرفش الحقيقه في ايه تاني ممكن نعمله اكتر من كده، ما اعرفش.